اليوم راح نتكلم على واحدة من أعظم الحضارات بالعالم وهي الحضارة الفرعونية في مصر. اليوم راح نقدم تصميم عن هذه الحضارة العظيمة، لأنه إحنا راح نتكلم عن القوة، الشموخ، الفن، والهندسة المعمارية. طبعا مثل ما نعرف أن الأهرامات يلامسها الضوء خلال اليوم، هذه واحدة من أسرارها، يعني خلال 24 ساعة يلامسها الضوء من جميع الجهات. وأنا حقيقة لفترة طويلة عملت بحث ووصلت إلى استنتاج ممكن يفسر لنا هذه الأمور، فحقيقة هذه الأمور أخذت وقت ولكن وصلنا إلى نتيجة جميلة. واحنا نطلب من أهلنا في مصر أنه يكتبونا بخانة التعليقات إذا كان الاستنتاج هذا صحيح أو غلط، واللي عنده معلومة يكتبها لنا، لأنه أكيد هذا راح يفيدنا بغير فيديوهات. ولكن قبل لا نبدي بتفاصيل هذا الفيديو، نتمنى أن تشتركون بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، والمشترك طبعا يحط لنا اللايك ويكتب لنا تعليق حتى نقدم دائما الأفضل. ما نطول عليكم، خلينا ننتقل للكمبيوتر. مثل ما نعرف الأهرامات يلامسها الضوء خلال اليوم، وحقيقة نتيجة بحث الطويل وصلنا إلى الآتي: الشمس إذا شرقت راح يلامس ضوء الشمس راح يلامس قاعدة الهرم اللي هي المثلث متساوي السابعين. طيب إيش راح يصير؟ راح ينصف هذا المثلث، راح يسويه مثلثين قائم الزاوية. الغريب بهذه الحالة أنه القاعدة الرياضية تقول العمود النازل من رأس المثلث على القاعدة ينصفه. احنا عندنا هنا عكسة الحالة، حالة غريبة جدا. طيب ايش راح يصير بعد؟ في لحظة من اللحظات من شروق الشمس راح يسقط الضوء على منتصف أو قلب الهرم. فايش راح يصير عندنا بهذه الحالة؟ طبعا مثل ما قلنا راح نحصل على مثلثين متساوي الساقين، راح نحصل على ثلاث زوايا اللي هي 90 قائمة و 60 درجة و 30 درجة. واضح. الأمر الآخر، لو حاولنا أن نربط الزوايا بالوقت، فش راح يصير عندنا؟ لو نفرض أنه زاوية 60 نعتبرها 60 دقيقة وهي ساعة. طيب لأن ليش احنا افترضنا هذه الفرضية؟ لأنه حضارة وادي الرافدين اللي هي اخترعت التوقيت الستيني قالت انه احنا نعتمد هذا التوقيت اللي لحد اليوم احنا نستخدمه كأساس للزمن، لحساب الزمن. اوكي؟ طيب اذا ايش صار عندنا؟ عندنا بهذا المثلث ساعة. خليكم وياي. لنفرض الزاويتين اللي هي 30 و90 جمعناها سوا، لأن الضوء سقط بالنص، إذا نصف العمود بالأحرى، نصف العمود القائم. طيب شو راح يصير عندنا؟ راح نعطينا 120 درجة. مثل ما قلنا لو حولناها إلى الساعات راح يصير عندنا ساعتين. إذا منتصف هذا المثلث متساوي الساقين، أو نصف هذا المثلث متساوي الساقين، أعطاني 3 ساعات. طيب النصف الآخر أيضا 3 ساعات، إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هذه 3 ساعات مثل ما شرحناها، وراح يصير عندي بالوجه الواحد بالشكل الواحد راح يعطيني 6 ساعات. المثلث الواحد، المثلث الواحد متساوي الساقين راح يعطيني 6 ساعات بالضبط، لأن هذه
كلها زوايا متناظرة متجاورة. هي عملية رياضية. عملية رياضية. طيب إحنا كم وجه عندنا؟ أربعة. أربعة في ستة. 24. إذن صارت 24 ساعة. بالضبط. وبهالطريقة هاي حللناها، فما أعرف إذا تحليلي صحيح. إحنا طلبنا من إخواننا المصريين إذا هم يشاهدون الفيديو يكتبونا إذا كان هذا كان تحليل منطقي تحليل صحيح، فإحنا راح نستفاد منهم. أكيد، ويا ريت لو زودونا بالمعلومات. أكيد. وهسه راح ننتقل الى الجزء الاخر او الشطر الاخر من هذا الفيديو حتى نشوفكم التصميم اللي حقيقه اللي سويناه بناء على هاي النظريات وكثير من الامور، وحتى من الداخل صممناه بطريقه حقيقه بطريقه هرميه وهندسيه صحيحه. فخلينا نشوف حتى نطول عليهم. اوكي يلا. مثل ما نشوف امامنا هذا التصميم الفرعوني اللي هو يمثل تماثيل الفراعنة أو الفراعنة رأس الفرعون أو رأس الفرعوني اللي هو يحوي أيضا على الشال من الجانبين. وطبعا إحنا عملناه بهذه الطريقة حتى نميزه. بالنسبة إلى الجانبين الخارجية اللي هي المثلثة، وهي عبارة عن شلال، يعني شلال مياه وإضاءة. هذا الماء راح يسقط في هذا الحوض المثلث مثل ما تشوفون أمامكم، اللي أيضا راح تكون بإضاءة، ويرجع يصعد الماء من جديد حتى يعني يبقى الشلال مستمر. طيب عملنا أيضا مكانين لوقوف السيارات على شكل مثلث اللي هو هنا صاير، هذا واحد وهذا واحد قريب عن المثلث. بالضبط، يعني هو كأنما انعكاس، كأنما ظل، كأنما ظل المنزل. طيب شنو بعد عندنا؟ احنا بنينا هذا البيت او صممناه بطريقة مائلة مثل ما تشوفون هنا. ليش؟ جوانب بشكل مائل. بالضبط. ليش؟ حتى اميز هذا المقدمة تتميز تطلع بفخامة بقوة. لا وهي اصلا يعني هرم مثل القريب على الهرم. اكيد طبعا. وايضا اذا نشوف من مميزات هذا التصميم انه حتى الشرف هي مائله والبيبان ايضا مائله، يعني مو تقليديه، بيبان ايضا من تنفتح كانما عندنا باب هرمي ينفتح مائل. بالضبط. فراح عندنا هذه ايضا الشرط الثاني ايضا وفرناه في هذا التصميم. استخدمنا الزهور اللي يحبوها الفراعنة، اللي هي مثل ما يقولون اخواننا المصريين الورد البلدي اللي عندنا يسموه بالعراق الورد الجوري، وايضا الياسمين. طيب عندي سؤال. نعم. الباب الخاصة بالبالكونة هي مائلة الشكل. نعم. هل يعني اذا واحد يفتحها او يقفلها أيه؟ هل راح تكون فتحتها وقفلتها طبيعية؟ طبعا طبيعية جدا. راح تكون طبيعية يعني جدا. ما بها إعاقة؟ لا ما بها إعاقة أبدا، يعني هرم 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 أكيد. طبعا إحنا في رأس هذا البناء أيضا وضعنا مثل ما تشوفون هنا هرم زجاجي، وبالأحرى موشور. للي ما يعرف الموشور ممكن يبحث عنه. موشور يسقط الضوء عليه من رأسه، ولكن بعدين شو يسوي؟ ينشر في كل مكان. صحيح. هذا يعني هو شغل ينشر المنشر. الضوء في داخل المنزل. في داخل المنزل. بضبط. بدون الحاجة إلى طاقة. بالضبط، يعني ما يحتاج إلى صرف طاقة. لأن أنا مثل ما أحب أن أذكر إنه هذا البيت ممكن أن يوفر الطاقة لنفسه بنفسه. طبعا انا اكو امور كثيره، يعني اكو بعض الامور خفيتها حفاظا على التصميم. أوكي. لان فعلا تعبنا به كل شيء كثير. طيب خلي نشوفكم اكو شغله ثانيه ايضا ابدا اوضح لكم اياها، واحده من اسرار هذا التصميم راح نبديها سوا اوضح لكم اياها. انا عندي 12 سلمه في هذا المكان، و12 هنا. كم اصبح عندي العدد؟ 24. طيب أنا عندي هنا 5 فتحات في هذا المكان، وبالجهة الأخرى أيضا 5، أصبح عندي 10. 10 و24 34. طيب
من الأمام عندي 5 34 5 39 طيب عندي في هذا الجزء هذا مثلث يعتبر جزء وفيه 3 مصابيح إذن صار عندي 4 و4 8 ايش قد عندي من هناك 39 و8 يصير عندي 47 ايش قد صار عندي 47 طيب 47 عندي جزئين هنا 47 و2 49 49 و2 51 والهرم هذا الموشور الفوق 52 هي الزاوية اللي انبنى بيها الهرم الأكبر الزاوية اللي انبنى بيها الهرم الأكبر ترجمناها بهذه الطريقة انه بعدد الأجزاء الخارجية اللي موجودة لهذا التصميم هي تعادل الزاوية اللي انبنى بيها الهرم الأكبر نجي وياكم للتصميم الداخلي هذه بالطابق الثالث بهذه الطريقة راح يكون مصمم مثل ما نشوف أمامنا أنه عندنا غرفة إلى اليمين غرفة إلى اليسار وسلم يأخذنا إلى السطح نفس الوقت عندنا هذا الـ بالوسط يكون مفتوح حتى الضوء يسقط إلى داخل المنزل حتى يدخل داخل المنزل ويصل إلى كل مكان من خلال الهرم الزجاجي خلال الهرم الزجاجي أيضا عندنا هنا سلمين ينزل إلى الأسفل يعني يأخذنا إلى الأسفل شكله هرمي مثل ما نشوف الطابق الثاني عندنا هذا السلمين اللي صعدنا الطابق الثالث وأيضا عندنا هذه بالنص تكون يعني مثل المحيط حول الفتحة اللي موجودة في المنتصف اللي لازم تبقى موجودة حتى يسقط الضوء إلى الأسفل عندنا سلمين يأخذنا إلى الأسفل أيضا بطريقة هرمية غرفة إلى اليمين وغرفة إلى اليسار الطابق الأرضي راح يكون عندنا بهالشكل هذا يدخل الشخص منا من هذا الباب راح يواجه شرفة جميلة وكبيرة نفس الوقت عندنا غرفة إلى اليمين وغرفة إلى اليسار وأيضا هذا السلم اللي صعدنا وين إلى الطابق الأول هو مو الأول طيب منا عندنا سلم حلزون وين ينقلنا إلى طابق تحت المنزل يكون أرضي مثل ما نعرف لأنه الأهرامات عندنا كثير من الأسرار عندنا بالداخل عندنا بالخارج عندنا تحت عندنا كثير من الأمور ففسرناه بهذه الطريقة طيب إيش راح يكون عندنا راح يكون عندنا هنا مثل الصالة عندنا على اليمين ممكن يكون مطبخ وعلى اليسار ممكن يكون غرفة طعام طيب راح تقولوا لي طيب كيف مو تحت الأرض تهوية فعملت لهم شبابيك مائلة شبابيك مائلة تخرج خارج الأرض راح يكون مائل بهذه الطريقة هذه الطريقة أوكي. إلى الخارج يعني يطلع من الحديقة يطلع فتحة طبعا احنا لأنه هذه قصرناه فما راح تشوفونه كامل فيطلع إلى الخارج حتى يدخل الضوء منه والهواء إلى هذا المكان صحيح فهذا كان تصميمنا حقيقة لهذا اليوم مثل ما قلت احنا بعض الأمور حقيقة وضحناها بعض الأمور نحتفظ بها كحماية لتصميمنا احنا طبعا ننتظر تعليقاتهم وخصوصا اخواننا المصريين هم اللي يشرفونا طبعا بالقناه أكيد وبنفس الوقت نعرف من عندهم هل كانت نظريتنا البسيطه صحيحة او لا وشنو رايهم بالتصميم اكيد وهسه احنا حتى ما نطول عليهم نترككم مع الصوره التوضيحيه
وشون راح تشوفون البيت بجماليته وحقيقة بفخامته والقوة والقوة الموجودة في هذا التصميم. صحيح. وإن شاء الله نلتقيكم أسبوع الجاي في فيديو جديد. يلا مع السلامة. مع السلامة.